بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شوطا من أشواط الخير والمحبة يبدأ بميدان الساد في صباحي هذا اليوم. شوط الأبكار للضيوف السودانيين الحاضرين بهجنهم في صباح هذا اليوم بميدان الساد. نتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول الظبي. الظبي وتعود الملكية مشاهدينا الكرام. الظبي تقود مسيرة الشوط وتعود الملكية ليوسف الدين ببكر، سيف الدين ببكر. المركز الثاني وصل عبدوه، وصل الطماعة عبدو إبراهيم من يقدم طماعة على المستوى المركز الثاني. المركز الثالث وين الثالثة؟ بنخل شوكة ناخذ الثالثة ولا بعيد رقم اثنين بنذيعها عبدو إبراهيم شواهين. لكن بنعود إلى مقدمات هذا الشوط وبنتابع الرقص اللي تقدمه الظبي. الظبي سيف الدين ببكر يقدم الظبي، والعصا في البطان، العصا آمنة في بطانها الظبي، عصاتها آمنة في بطانها بدون تعليمات أم يكون لطماعة. كلام آخر لعبد إبراهيم. يا سلام الظبي، الظبي بدون تعليمات، الظبي بدون أوامر تنتزع المركز الأول. سيف الدين ببكر تهانينا له الناموس على فوز الظبي بالمركز الأول. بدأت تستعرض الظبي، بدأت تنطلق الظبي انطلاقة الفوز والناموس. تهانينا لمالك الظبي سيف الدين ببكر، نهني على فوز الظبي بالمركز الأول بهذا الشوط وتقترب من خط النهاية. يا سلام، محاولات طماعة لا زالت، محاولات طماعة لا زالت مستمرة. العبدو إبراهيم في المركز الثاني، لكن الظبي شارفت إلى نهاية الشوط، شارفت إلى نهاية الشوط. تهانينا والناموس لسيف الدين ببكر على فوز الظبي، نهنيه. الثاني لعبدو إبراهيم، ما شاء الله. الثالثة وين الثالثة؟ نشوف التوقيت أبو شهاب، دقيقتين 27 ثانية توقيت الظبي سيف الدين ببكر. الثالثة وصلت رقم واحد لمحمد ناقي واسمها شقن. تهانينا للجميع.